القديس شربل. ولد يوسف أنطون مخلوف في 8 مايو من عام 1828 في بقاع كفرة في أعلى قرية من لبنان الشمالي. وفي عام 1851 ترك يوسف بيت أبيه بعمر 23 وقصد الترهب في الرهبانية المارونية اللبنانية. دخل الابتداء في دير سيدة ميفوق، ثم انتقل إلى دير مرمرون عناية حيث أتم عامه الثاني من الابتداء. عينه الرؤساء تلميذا، فأرسل إلى دير كفيفان حيث قضى 6 سنوات في درس الفلسفة واللاهوت، وتربى هناك على أيدي رهبان قديسين، وخاصة الآب نعمة الله الحرديني المعروف بقديس كفيفان. رسمه المطران يوسف المريض كاهنا في بكيركي في 23 من تموز في عام 1859. أقام الآب شربل في دير مرمرون عناية بعد صيامته لمدة 16 عاما، متمرسا بأسم الفضائل الرهبانية ولا سيما فضيلتي التواضع والطاعة. وقد أجرى الله على يده في الدير آيات باهرة، ومنها آية السراج الذي ملأه له الخادم ماء بدل الزيت، فأضاء له ساعات صلاته الليلية. طلب من رؤسائه بإلهام الله الاستحباس في محبس الدير عناية، فأذنوا له بذلك في عام 1875 حيث قضى فيها 23 سنة. لقد أطلق العنان في المحبسة لكل رغائب قلبه السخي العطاء، فضاعف أعماله التقشفية وزاد شغفا بالتأمل والصلاة والاستغراق بالله، حتى أصبح إنسانا سكرانا بالله. ومن تقشفاته أنه كان يركع على طبق من قصب ذي حروف شائكة، يلبس المسح على جسده، ينام قليلا ويصلي كثيرا، ويعمل في الحقل عمل اليد بموجب قانون الحبساء. وما لبث أن انتشر عرف قداسته، فأخذ الناس يقصدونه لينالوا بركته ويلتمس منه شفاء أمراضهم وخصب مواسمهم. وقد أجرى الله على يده آيات عديدة في حياته. وفي عام 1898 في الأسبوع السابق لعيد الميلاد شرع الحبيس يتلو القداس كعادته، فما أن تلا كلام التقديس وبلغ إلى رفعة الكأس والقربان تاليا صلاة يا أبا الحق، حتى أصابه عارض الفالج فاستمر رافعا الكأس والقربان وأصابعه متشنجة عليه. تمكن رفيقه الآب مكاريوس من نزع الكأس والقربان من يديه وحمله إلى غرفته. قاس أوجاعا مرة ولمدة 8 أيام دون أن ينقطع عن إتمام قداسه، إلى أن أسلم روحه بكل هدوء في مساء عيد الميلاد في عام 1898. دفن الآب شربل في مقبرة الدير العمومية، وقد شاهد أهل الجوار ليلة دفنه نورا يتلألأ فوق ضريحه، وتكرر ظهور النور لطوال 45 ليلة. ولكثرة الخوارق أذن البطريرك إلياس الحويك بفتح قبره، فوجد جسمه سالما من الفساد، وجرى من خاصرته دم ممزوج بماء، وأخذ جثمانه ينضح عرقا دمويا. أعيد جثمانه إلى قبر جديد في عام 1926. وفي سنة 1950 وفي 22 نيسان كشفت على الجثمان لجنتان طبية وكنسية بأن جثمانه سليما صحيحا كما كان قبلا،
مغمورا بدمه المنبعث منه. وانتشر خبر هذه الظاهرة، فتهافت الناس ألوفا إلى الدير، فتكاثرت حول الضريح حوادث الشفاء من أمراض متنوعة مستعصية، فضج لبنان والعالم بأخبار هذه الحوادث الخارقة، وتماوج الزوار في أروقة الدير كبحر زاخر، مصلين تائبين خاشعين. وفي عام 1965، في ختام المجمع الفاتيكان الثاني، رفعه قداسة البابا بولس السادس إلى شرف الإكرام على المذابح. وأحصاه في مصاف الطوباويين، وقد تشيدت على اسمه كنيسة في عناية قرب ضريحه، تعد اليوم من أجمل كنائس الشرق. وقد أعلن قداسة البابا بولس السادس نفسه الطوبوي شربل قديسا في 9 من شهر تشرين الأول في عام 1977. فلتكن شفاعة القديس مار شربل معكم جميعا. ومن دم قلبك رويت.